السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الحديث إن شاء الله في محاضرة جديدة لها علاقة في موضوع الديستيربنس، في موضوع الاميون ريسبونس. بتذكرون في المحاضرة الماضية تحدثنا فيها عن الاوت اميونيتي، وقلنا الاوت اميونيتي انه صار في عندنا فيلير في موضوع التوليرانس، تمام، سواء كان على مستوى سنترال او على مستوى مثلا بيرفرال فور اكزامبل. لكن هنا في وجه اخر في موضوع الديستيربنس من باب البروتكشن. يعني مثلا انا الان في عندي انتيجن دخل جسمي، هذا الانتيجن انا الاصول اعمل له حاجه بسموها بروتكشن او بسموها بروفيلاكسز، يعني ان اعمل عمليه بروتكشن اجينست هذا الانتيجن. لكن ايش اللي بيصير؟ بيحصل انه عندي الاميون ريسبونس، تمام، انستيد اوف ميك بروتكشن بيحصل عندنا ديليتيريوس افكت او ديليتيريوس اوت كام. يعني ديليتيريوس انه في عندنا اللي هو عباره عن محصله، خلينا نقول مدمره، مش سليمه للجسم. اذا هذا الامر بيحصل من خلال موضوع بسموه هايبر سنسيتيفيتي. يعني انا في عندي رياكشن، تمام، اوفر اجينست سيرتين انتيجين، وهذا الرياكشن عمل لي بروبلم زي ما حنشوف ان شاء الله من خلال الديتيل. وهذا الوضع اللي احنا بنتحدث عنه اللي هو اسمه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. هايبر ايش؟ سنسيتيفيتي رياكشن. والحديث على موضوع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن هو عباره عن حديث يعني قديم ما يقرب من 100 عام تقريبا، اذا ما كانش اكثر، تمام. انه البدايه كانت عباره عن حساسيه موجوده عند امير لاماره اسمها اماره موناكو، من اللي هو الجيلي فيش. الجيلي فيش، وهذا الجيلي فيش طبعا في ماده بتعمل زي ما احنا بندخل على البحر وبيحصل في عندنا نوع من الحكه نتيجه اللي هو بعض من المواد الموجوده في عندنا في البحر. هذا ادى انه يستدعي الطبيب اللي هو الطبيب اسمه ريشت، تمام، وبدا ياخذ من الجيلي فيش بتاع البحر، تمام، اللي هو قنديل البحر، ياخذ التوكسينز الموجوده وبدا يحطها يحقنها في الدوغ، فمات الدوغ. فوجد انه هذه التوكسينز لها تاثير مش سهل على الدوغ، ممكن يكون كمان برضه صار لها تاثير على الانسان. المهم بعد بحث الرجل هذا مع عالم اخر اسمه كومز، قال احنا لازم نعمل عمليه كلاسيفيكيشن للهايبر سنسيتيفيتي. الهايبر سنسيتيفيتي، فقال لي انا في عندي هايبر سنسيتيفيتي نمبر 1 و2 و3 و4 اللي حنتحدث عنهم ان شاء الله بالديتيل اكثر في اللي هي سلايدز القادمه ان شاء الله. هذا بشكل عام. النقطه الثانيه في هذا الجانب من خلال السلايد هذه بقول لي انا بشكل عام انه ممكن الاميون ريسبونس اللي بيعمله الجسم تاعي يعمل لي باثولوجيكال رياكشن، تمام، او يكون باثولوجيك. بمعنى طب واحنا الاوتو اميونيتي عباره عن ايش؟ عباره عن انتي بودي، يعني عباره عن اميون ريسبونس اطلع عندي انتي بودي او اشتغلت التي سيل، لكن في الاخر ايش صار في عندنا؟ صار في عندنا اتاك ماي اون سيل. اذا هذا جانب من جانب الاميون ريسبونس. بعض الاحيان بيحصل عندي من ناحيه اميون رياكشن اجينست فور اكزامبل مايكروب، على سبيل المثال انه انا في عندي مايكروب والمايكروب طلع عندي انتي بودي اجينست، وصار في عندنا زي ما ذكرنا المره الماضيه انه في عندنا والله حاجه اسمها موليكولار ميميكري، صار في عندي تشابه ما بين انتيجينات جسمي والانتيجينات بتاع البكتيريا. اذا هذا جانب، فصار عندي اميون ريسبونس اجينست ماي اون سيل. As well as ممكن يحصل عندنا environmental condition، تمام، بحيث انه يحصل عندي مثلا تروما، هذا امر تحدثنا عنه من ناحيه بروبلم على مستوى الاوتو اميون ديزيز كوزز، انه بكون في عندي مثلا بعض من الانتيجينات نتيجه تروما معينه موجوده في سيكوستر انتيجين، لكن بعد التروما بيحصل هذه الانتيجينات في سيكوستر عفوا اريا، بعد اللي هو المشكله او بعد ما يصير في عندي نوع من التروما ممكن يصير عندنا اكسبوز لهذه الانتيجينز بتاعه الجسمي للاميون سيل. هذه الوجه العام لموضوع انه ممكن يحصل عندي اميون ريسبونس ويكون بشكل او باخر يعمل لي باثولوجيكال كونديشن. الان الحديث هنا على موضوع الهايبر سنسيتيفيتي بشكل عام. زي ما ذكرنا قبل ما نتحدث عن الهايبر سنسيتيفيتي
بيجي العلماء بيقولوا in general there is no physical أو there is no chemical property مثلا موجودة عندي أنا كشخص، تمام؟ هي يعني بنقدر نقول ما في شيء physical أو chemical character عند الشخص محددة، تمام؟ إن هي عملت لي الديستينجوش إن أنا أقدر أقول أنا والله صار عندي حساسية، الشخص الآخر عنده ما عندوش حساسية، أنا مثلا عندي حساسية للملك، هذا ما عندوش حساسية، هذا عنده حساسية للعطور، عنده حساسية لبعض من اللي هو الزهور، وشخص آخر ما عندوش. ليش؟ لأنه العملية زي ما ذكرنا في الأوتو أميون ديزيز هي عملية واسعة بيشترك فيها على مستوى جينيتكس، طبيعة الجينيتكس بتاعتك الموجودة على مستوى الاتش ال اي دي ار، في موضوع البرزنتيشن بتاعت هذا الانتيجين اللي هيجيني من برا، هذا جانب. جانب ثاني موضوع الدوز اللي انا اخذتها من الانتيجين الغريب، هذه الدوز كيف وضعها، اوبتيمال لارج دوز سمول دوز، هذه كلها عوامل ممكن تحط في الاعتبار في هذا الجانب. على مستوى الجينيتكس كمان اذا احنا بنلاحظ كمان انه في عندنا مثلا والله بعض من الاشخاص عندهم والله قليل معين في لجينز، هذه القليلات فيها نوع من الطفرات بشكل او باخر بتساعد انه يكون عندي اكسبريشن لسيرتن مثلا سايتوكاينز الوت، وهذا حيزيد من الطينه بله في موضوع الباثوجينستي على مستوى الهايبر سنسيتيفيتي. شغله اخرى كمان موضوع الروت او عمليه السنسيتايزيشن، يعني روت اوف ادمنستريشن، يعني مثلا اجي اقول والله انا في اشياء بدخلها من الاورال ما بتعمليش اي نوع من الحساسيه، ما فيش عندي مشكله، هذه الاشياء ممكن انا لو دخلتها على جسمي من السب كوتينيوس او الانتراديرمال ممكن تعمل لي نوع من الاليرجي. اذا طبيعه المود اوف ترانسميشن لهذا الانتيجين، هذا جانب برضه بحدد لي هل انا هادخل على هايبر سنسيتيفيتي او لا. شغله اخرى بحطها في بالي كمان طبيعه الادجوفنتس، يعني بعض الانتيجينز تحتاج ممكن يكون في وجود تدعيم لها عشان تعمل لي اميون ريسبونس، ممكن بعض الادجوفنتس لو انت اضفت لها سيرتن انتيجين يعمل لك اميون رياكشن بشكل او باخر يختلف من انتيجين اخر لو انا اضفت لها هذا الادجوفنتس. اذا هذا جانب من جوانب الهايبر سنسيتيفيتي، يعني كايش ممكن يكون ككوز ذات ار انفولد في هذا الموضوع. شغلة أخرى موضوع الكيميكال كومبلكسيتي، الكيميكال كومبلكسيتي أنا في عندي كيميكال نيتشر، يعني أنا بقدر أقول والله أنا الانتيجين الموجود عندي very large small intermediate size، المولكولار ويت تاعته هاي لو، هذه كلها شغلات will be يعني involved في هذا الموضوع. والشغلة الثانية كمان اللي بنحطها في الاعتبار إنه موضوع الجلايكوسيليشن بروسيس، يعني بعض أحيان في بعض بروتين أنا ممكن أدخلها وعليها نوع من الشجر، تمام، ممكن ما تعمليش هايبر سنسيتيفيتي، ابعد الشجر عنها ممكن تعمل لي هايبر سنسيتيفيتي، وبشكل أو بآخر طبعا الشجر ما بيعمليش هايبر سنسيتيفيتي، لأن الهايبر سنسيتيفيتي مدام أنت بتحكي على أنتي بادي معناته هذا تحتاج إلى تي هيلبر، وهي عبارة عن التي اندبندنت أنتيجين اللي هي البوليسكارايد اللي ذكرناه. بعض أحيان بدي أنظر أنا كمان لجانب آخر في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي، إنه في بعض من الأمثلة أو منهم على رأس هذه الأمثلة البنسلين، بتلاحظ إنه مثلاً في ناس ما عندهم مش أي حساسية للبنسلين، لكن في ناس آخرين عندهم حساسية للبنسلين. طبعاً why أكيد في عنا كوز ألوت في هذا الموضوع، إحنا مش في طور نتحدث عنه، ولكن بيجي بيقول لي إنه هذا البنسلين بدوره بيرتبط مع هذا البنسلين بدوره بيرتبط مع سيرتين بروتين من سيرتين أمينو أسيد، تمام، اللي هو ماي أول بروتين، وبيشكل لي زي كارير، تمام، وكأنه بيكون البنسلين عبارة عن هابتين مع البروتين عبارة عن كارير، وصار عندي نوع من الكونجوجيشن، وهذا أدى أنه يحصل عندي تحفيز للتي هيلبر 2 سيل. هذا بفسره ليش البنسلين بصير لك، عند ناس آخرين ممكن ما يصارش في عندنا هذا الديزولف أو هذه السوليوبيليتي لهذا البنسلين. إذا بشكل عام طبعا أنه أنا يعني عادة هذه الأليرجين اللي أنا بدي أحكي عنها موستلي أنا بقدر أتحدث عنها as a T cell dependent في الآخر، لأنه أنا حيحصل عندي نوع من اللي هو بالمعنى الآخر أنه حيحصل عندي نوع من stimulation للتي هيلبر، ويصير عندي switching لأنه تي هيلبر يصير بولاريزيشن
to be as at the Hilbar 2 for example في بعض من الأنواع، ونوع آخر ممكن يكون التي هيلبر 1 موجود عندنا. إذن هذه الأربع الأنواع اللي إحنا عندنا أربع أنواع من الهايبر سنسيتيفيتي، نمبر 1 2 3 4. خلينا نقول بشكل مختصر، نمبر 1 و 2 و 3 هدول عبارة عن أنتي بودي ديبندنت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، نمبر 4 عبارة عن تي سيل، أو بنقول خلينا عبارة عن سيل ميديتد اميونيتي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، أما هناك عبارة عن الهيومرال اميونيتي بمعنى آخر اللي هو دخلت عليها الأنتي بودي. طيب هذا جانب. الجانب الآخر في هذا الموضوع، عندما نتحدث على الهايبر سنسيتيفيتي احنا نتحدث هنا على تايب 1. التايب 1 ان جنرال، وهدخل على الحديث عنه بشكل اكبر، تمام، انه بكون عندي هناك اي جي اي از انتي بودي هو الانترميديت في هذا في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي. يعني الاي جي هو لاعب اساسي من خلال مين؟ منطقه الاف سي ريجون اللي بنقول عنها الكونستانت ريجون، تمام، من خلال الكونستانت ريجون، بمعنى انه الخلايا الموجودة عندي لها علاقة في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي، طبعا منها خلايا بسموها ماسل وبيزوفيل، هي خلايا من المايلوسيتيك سيريز، منها موجود الماسل في التيشيو بشكل رهيب جدا حوالين البلاد فيزل موجودة، عندنا البيزوفيل موجودة عندي في السيركوليشن. هذه الخلايا في داخلها جرانيولز، أي تحفيز لهذه الخلايا هتطلع الكومبوننتس بتاعت هذه الجرانيولز، وهتعمل هذه الكومبوننتس رياكشن على مستوى السيستم بتاعنا ان جنرال زي ما هنتحدث ليتر اون. وكذلك البيزوفيل، ولكن المصل كميه الجرانيولز الموجوده فيها موجوده بكميه طبعا كبيره، بحيث انه بالفعل الرياكشن ممكن يكون كبير ويعمل عمليه اللي هو بالفعل ديليتيريوس افكت. هذا نمبر 1. وعندي النمبر 1 الاي جي اي قلنا هو الانتي بودي الاساسي في هذا الموضوع، وممكن طبعا يحمل عندي الاميون رياكشن او الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. الكلام هذا نتحدث عنه عندما يحصل هناك نيكست اكسبوز لا مين لا اللي هو الاليرجين. اذا الذي يعمل الرياكشن بتاع الهايبر سنسيتيفيتي احنا بنقول عنه عبارة عن اليرجين، واحنا نتحدث هنا على نمبر 1، تمام، وهيحصل عندي انتاج لانتي بودي، والانتي بودي في المرة الاولى مش هيعمل عملية اليرجيك رياكشن، هينتج ضد هذا الانتيجين ويروح يقعد عندي على وين؟ على سطح السيلز، سواء كان ماست سيل او سواء كان عندي بيزوفيل، ويظلوا قاعد عليه لفترة اشهر، ممكن يمتد لسنة، ومرتبط على مين؟ على السيرفيس من خلال الاف سي ريجون. الان كمان يكون في عنا، لو انا تعرضت الان للاليرجين مره اخرى بعد سنه بعد 6 اشهر and so on، تمام، هيصير عندي اميون رياكشن، يرتبط الاليرجين على الانتي بودي الموجود على سطح الماسل، تمام، على سبيل المثال، ويعملها تحفيز بحيث ان اطلع الكومبوننتس بتاعتها الموجوده عندها في الجرانيولز، ويعمل لي اميون رياكشن جامد، ممكن يؤدي الى رينايتس، نوع من اللي هو الرشح الجامد، ممكن يكون عندي ازمه، ممكن يكون عندي انافيلاكتيك شوك. ايش يعني انافيلاكتيك شوك؟ ممكن يؤدي الى وفاه بعض الاحيان. انافيلاكسيس، كلمه انافيلاكسيس، احنا في عندنا مصطلح اسمه بروفيلاكسيس اللي هي عباره عن البروتكشن، لكن عندنا مصطلح اخر اسمه انافيلاكسيس اللي هي فار اواي فروم ذا بروتكشن. تمام، الرياكشن هنا في تايب نمبر 1 ممكن ياخذ دقائق، تمام، ممكن ياخذ دقائق ليس الا، ممكن يمتد الى ساعات، يعني ممكن يكون عباره عن ايرلي او يكون عندنا عباره عن ليت. هذا الكلام بيحصل في حاله ما يكون عندي ري اكسبوز لهذا الاليرجين. طيب هذا نمبر 1. نمبر 2 بمختصره انه انا في عندي انتي بودي، ولكن الانتي بودي ممكن طبعا تكون عندي اي جي ام واي جي جي، هذول بيرتبطوا على انتيجين ثابت على سطح الخلايا. يعني مثلا انا ممكن يصير عندي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن نمبر 2 اذا كنت انا مثلا ماخذ نوع من انواع الدراج، والدراج هذا كان قام شبك عندي على الريد بلاد سيل، وتغير شبك على السيرفيس، تغير صار عندي تغير في الانتيجينيسيتي بتاعت الريد بلاد سيل، تمام، وصار غريب الانتيجين بتاعت الريد بلاد سيل، ممكن يجي اي جي ام او اي جي اي او اي جي عفوا جي،
ويشبك على هذا الريد بلاد سيل ويجي عندي بعد هيك الكومبلمنت، والكومبلمنت طبعا بدوره هيعمل عمليه اللي هو اكتيفيشن للايسز بتاعت الريد بلاد سيل، وهيطلع من الكومبلمنت زي ما قلنا اجزاء بسموها انافيلاتوكسين. هذه الانافيلاتوكسين حتروح على البيزوفيل. اذا الانافيلاتوكسين هذه بتاعت الكومبلمنت هي بتساعد انها تعمل ذاتس رايت، هتعمل ديجرانيوليشن في خلايا الماسل والبيزوفيل، تمام، ويحصل عندي اللي هو بروبلم. النوع الثالث انه بمختصر الحديث عنه هو عباره عن انتيجين انتي بودي كومبلكس سوليوبل. هناك قلنا الانتيجين فيكس، هذا السوليوبيليتي تمام بتحصل عندي انه بصير في هناك ديبوزيشن لهذا الانتيجين انتي بودي كومبلكس زي ما هنشوف ليتر اون، تمام، في داخل الانسجه وهيعمل انفلاماتوري رياكشن. نمبر 4 اللي هو بسموه عباره عن ديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي، يعني في عندنا سيل ميديتد ريسبونس، يعني الذي سوف يعمل في هذه الحدوته هي عباره عن تي هيلبر 1 حتكون هي نشيطه، وهذا التي هيلبر 1 من كثر النشاط بتاعها تسموها تي دي تي اتش، يعني هي الخليه التي في الاخر حتنشط خلايا اخريات زي الماكروفيج زي السي دي 8 سيل ويعملوا رياكشن، او يعملوا بالمعنى الاصح انفلاماتوري رياكشن في المنطقه اللي بكونوا فيها، تمام. هذه الخليه اللي هي التي سيل. اذا بمعنى اخر هيحصل عندي نيكست اكسبوز على سبيل المثال، هذا بعمومياته لكن بعض الاحيان ممكن يكون من ذا فيرست اكسبوز. ايش يعني نيكست اكسبوز؟ يعني على فرض ان تعرضنا لاليرجين مره اخرى، تمام، او لانتيجين، اوكي، في الحاله هذه هيحصل عندي اميون رياكشن ولكن بسموه ديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي، يعني من بدايه التعرض الثاني للاليرجين او للانتيجين until to the appearance of clinical picture take approximately ممكن يكون عندي انا من يومين الى ثلاث ايام. اما في نمبر 1 هايبر سنسيتيفيتي قلنا ممكن ياخذ دقائق بسيطه معدوده، دقيقه الى ساعات، الثاني برضه ساعات، الثالث ساعات، هنا ممكن ياخذ ايام على أساس يظهر عندي الرياكشن. هذا عباره عن صوره توضيحيه لما تحدثت فيه بشكل مختصر. عندنا هنا اليرجين زي ما احنا شايفين، وانا عندي انا 2 انتي بودي اي جي اي، ولازم طبعا يكون في بالنا انه لازم يكون عندي 2 انتي بودي اي جي جي نير ايتش اذر عشان يجي الاليرجين يشبك على اثنين، بمعنى انه هيقدر يعمل عمليه رياكشن ويعمل عمليه سيجنال ترانزميشن، تمام، وعمليه ايش؟ نوع من التغير في الكونفورميشن تاع الممبرين تاع الماسل، تمام، بحيث انه في الاخر يحصل عندنا عمليه ديجرانيوليشن قويه. الثاني زي ما ذكرت هنا انه في عندي انتي بودي زي ما احنا شايفين بيشبك على خليه فيكس، وبعد هيك ممكن تيجي اذر سيلز ويجي الكومبلمنت ويشبك زي ما احنا شايفين هنا، ويحصل عندي ديفنس ميكانيزم، او بمعنى اصح يصير عندي هيموليسيز لخلايا ريد بلاد سيل، او يصير عندي مشاكل في خلايا اخرى في امثله حنوضحها ان شاء الله، وهي مذكوره الامثله عندنا تحت هنا في هذا الجانب. الثالث زي ما قلنا ديبوزيشن، يعني انتيجين انتي بودي كومبلكس بيجوا عندي على المنطقه وبيحصل انفلاماتوري رياكشن، وبيجي عندي كومبلمنت وبيطلع منها انافيلاتوكسين، والانافيلاتوكسين بدورها بتعمل لي عمليه اللي هو ايش؟ اللي هو اميون ستيميوليشن على مستوى الماسل، وبيحصل عندي عمليه الديجريديشن از ويل از انه حتنجذب عندي خلايا الليمفوسايت، عفوا خلايا الماكروفيج او خلايا مثلا نيوتروفيل، وتعمل عمليه انفلاماتوري بروسيس في الاريا من خلال الانزيمات بتاعته. رقم 4 انه قلنا اعتبر هذا النكست اكسبوز، تمام، في الاخر هيحصل عندنا اكتيفيشن للخليه التي سيل وهتنشط الماكروفيج والسيتوتوكسيك تي سيل بشكل او باخر، وفهمنا ايش معناه تي دي تي اتش، وهنا امثله في هذا الجانب. هنا عندي تيبل بوضح لك كسمري، بقول لي نمبر 1 هايبر سنسيتيفيتي، الاي جي اي هي لاعب اساسي وبكون وسيط لموضوع الهايبر سنسيتيفيتي، ممكن يحصل عندي ارتكاريا، يمكن يحصل عندي سيستميك انافيلاكسيس، وانا عارفين ايش معناها انافيلاكسيس. ارتكاريا بشكل مختصر هي معنى يعني خلينا نقول الصعب بتاع الهايبر سنسيتيفيتي، بمعنى انه يكون كانه في عندنا نوع من الحكه الجامده، تمام،
بحيث انه يكون في عنا رياكشن في المنطقه اللي صار فيها الاميون طبعا ريسبونس. هذا ادى انه يحصل في عنا نوع من الانفلاماتوري بروسيس عنا بشكل او باخر جامده، وهي عباره عن شيء بيكون مزمن ومزعج في نفس الوقت. في عنا مصطلح اسمه ارتكاريا، او عنا مصطلح اخر كمان اسمه اكزيما. ممكن يحصل عنا هذا الامر اللي هو عباره عن نوع من الاحمرار، نوع من الريتيشن لمنطقه معينه تمام من خلال الكونتاكت الموجود عندي اللي صار بالنسبه لموضوع الالرجي. نمبر 2 هيموليتيك انيميا، مثال ممكن يكون انتي بودي اي جي ام واي جي جي، لكن بيعمل لي هيموليتيك انيميا كمثال. ممكن يكون عندي اي جي جي يعمل لي حاجه اسمها سيرام سيكنس، هنتحدث عنها ان شاء الله، والجلوميرولو نفراتس. رقم 4 ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي، تمام انه قلنا في عنا الرجي معين، ولكن طبعا من خلال مسمى ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي. بقول لي في عنا مصطلح اتوبي. اتوبي يعني بقدر اقول يمكن زي ما تحدثت انا في بدايه المحاضره انه انا في عندي ممكن يكون ارضيه جينيه هي اللي زودت من معيار انه ليش فلان عنده هايبر سنسيتيفيتي وانسان اخر ما عندوش هايبر سنسيتيفيتي، او انا صار عندي تاثر في الانفايرومنتال وغيري ما تاثرش. هذا بشكل عام. طبعا المصل موجوده بشكل كبير جدا جدا في السكن، وكذلك محيط في البلاد فيزلز. نيجي لا نمبر 1 هايبر سنسيتيفيتي. نمبر 1 هايبر سنسيتيفيتي زي ما تحدثنا بشكل مختصر انه انا في عندي تعرض لحاجه اسمها اليرجين، تمام، وهذا الاليرجين عمل لي اللي هو رياكشن اميون رياكشن زي ما هنشوف في الصوره ليتر اون، واجت الانتي بودي اشتغلت ضد هذا الانتيجين اللي هو الاليرجين، وبعد هيك قعدت على سطح الخلايا المصل او البيزوفيل، وقلنا لازم يكون عندي عدد من اللي هو مين من الانتي بودي نير اتش اذر. طبعا لازم يكون كل اثنين قريبين من بعض على اساس يشبك عليهم الاليرجين. هذا الوضع بيحصل عندنا وبنسميها في الحاله هذه المرحله بسموها مرحله ايش؟ السنسيتايزيشن. اذا وكانه بيجي بيقول لي الهايبر سنسيتيفيتي نمبر 1 في عندنا ستيجز فيها، سنسيتايزيشن ستيج، فيز، اكتيفيشن فيز، او عندي افكتر، او كمان حيكون في عندي افكتر فيز. السنسيتايزيشن فيز اللي هو زي ما ذكرت لك انه الانتي بودي عمل رياكشن في بدايه مع ضد الانتيجين وجاء على المصل، ما عملش اي نوع من تحفيز للمصل او للبيزوفيل. النقطة الثانية اللي هي الاكتيفيشن فيز اللي هي الريكسبوز. قلنا لما بصير عندي ريكسبوز مرة ثانية لهذا الاليرجين ويجي يقعد على الانتي بودي اللي قاعد على المصل، هيحصل عندي ايش؟ ديجرانيوليشن، يعني الجرانيولز حتكب اللي عندها ويصير عندي رياكشن على مستوى السيستم بتاع الجسم. الثالث اللي هو التأثير نفسه، تمام، الانفلاماتوري بروسيس اللي هتحصل عندنا او الكلينيكال مانيفستيشن لهذه مين الرياكشن زي موضوع اكزيما او ارتكاريا، تمام، في هذا الامر، او مثلا يكون عندي ازمه على سبيل المثال. السنسيتايزيشن زي ما ذكرت انه الماسلز موجوده بشكل كثير جدا في الكونكتيف تيشو حوالين البلاد فيزلز في اللانج في مواضع كثيره، وعليها قلنا الريسبتور، الكلام بديش اعيده مره ثانيه. اذا نعرف انه هذا الانسان التي هيلبر بتاعته زيرو تحولت او صار لها بولاريزيشن تو بي تي هيلبر 2 واعطت انترلوكين 4، والانترلوكين 4 بدوره راح لي على البي سيل اكتيفيشن للبي سيل، يلا يا بي سيل اعملي لي انتاج لاي جي اي لاي جي اي. هذا الاي جي اي طبعا بدوره قاعد على الماست سيل بشكل او باخر. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا نتيجة ان انا حاجة احتكت بالجلد تاعي على سبيل المثال نبات زي ما نعرف نبات القريص اللي بيصير فيه بعمل اليرجي. والله انا اكلت مثلا بيض مع سمك عند ناس معينين صار عندي، انا والله صار الانجكشن بحاجة معينة، شميت مثلا بعض من انواع الزهور، تمام، غبرة، تمام، هذه كلها امثلة انه ايش ممكن يحصل عندي في هذا الموضوع. فبيجي بيقول لي انا بشكل او باخر
النمبر 1 هايبر سنسيتيفيتي من خلال الوسيط الاي جي اي، تمام، ممكن يكون عده اوجه له. الكومون اليرجن ممكن يكون عندي دراج، علاج معين، السم بتاع الفينوم بتاع السنيك، ممكن يكون البيناتس، بعض احيان يكون عندي المكسرات بعض من انواع وهلم جرى. اذا ممكن يحصل انا يكون عندي سيستميك انافلاكسيس. ايش يعني؟ انه يكون عندي مشاكل على اكثر من صعيد، يعني ممكن يكون عندي هايبرتنشن، عندي ارتكاريا، عندي فوميتنج وهلم جرى. هذا ممكن يحصل من خلال اذا احنا اخذنا هذا هذه الاشياء انترا فينس فور اكزامبل، او صرها ابسوربنش بسرعه. اذا ايش ممكن يصير عندي؟ يصير عندي نوع من الاديما، بتزيد الفاسكولار بيرميابيليتي بتاعت البلاد فيزلز. طبعا من خلال الرياكشن انا بحكي الكلام هذا، ممكن يصير عندي زي الناس اللي عندهم ازمه، اللي بيتعرضوا مثلا اللي عندهم ازمه، عندهم ارضيه للازمه، لو تعرض مثلا لغبار معين او لحاجه معينه بصير عندهم ازمه. ايش يعني الازمه؟ مختصرها الازمه مختصرها انه البرونكيولز بتضيق بشكل او باخر من خلال الكلوجن بتاعت الفلويد، از ويل از الكونستريكشن، يعني ما فيش عندي انا ريلاكسيشن في المصل بتاع البرونكيول. فهذا اللي ادى انه يصير في عندنا نوع من الكولابس في منطقه البرونكيولز، ممكن تؤدي الى وفاه. في عندنا ويل اند فلير، هذا عباره عن مصطلح بسيط انه انا والله زي موضوع بعض احيان الانسان انقرص من بعوضه، او تعرض مثلا على سبيل المثال لنبته مثلا زي نبته القريص وحصل عندي حاجه بسموها ويل اند فلير. ايش يعني مقصود في ويل اند فلير؟ معنى يعني سهل مش محتاج برضه فلسفه. ويل انه انا بحصل انه يكون في عندي انا موجود نوع من الاحمرار مع الانتفاخ. احمرار مع ايش؟ مع الانتفاخ. بمعنى زي ما حنشوف الصورة انه صار عندي نوع من زي الإديمة، تمام، انتفاخ، وكذلك صار عندي نوع من الاحمرار موجود عندي في هذا الموضوع. اوكي، انه الويل هو عبارة عن سويلينج، والفلير عبارة عن الريدنس. يعني ممكن تحس انه صار عندك ويل اند فلير من خلال احتكاك مع هذه الامثله، انه يصير فيها انتفاخ في المنطقه، وكذلك يصير عندنا فيها ايش؟ احمرار. هذا ممكن يكون عندنا كظاهره سيندروم من خلال انسكت سبكوتينوس، او ممكن طبعا ايش يصير عندنا الريسبونس انه لوكال انكريس للبلد فلو في هذه المنطقه اللي احنا بنحكي عنها، وزادت البيرميابيليتي فمعنى زاد الفلويد في هذه الاريا، انتفخت وكذلك اجت الريد بلد سيل، صار في عندنا احمرار. رينايتس انه صار في عندنا نوع من الرشح الجامد من خلال البولن لبعض من النباتات، او بعض من الدست الغبره اللي هذا، او وسخ بعض من الحشرات او من الجردان بيعمل لي هذا الامر في الانهيليشن تاعه. بصير عندنا إديمة في النيزل اريتيشن. البرونكيال ازمه او زي ما ذكرت من خلال الدست، تمام، من خلال البولن اللي هي بعض من اللقاحات، انهيليشن صار عندنا شم، برونكيال كونستريكشن زي ما ذكرنا، الميوكس انكريز برودكشن في منطقه البرونكيولز فحيسكر البرونكيولز، مش حيكون في عندنا هواء موجود في هذه الاريا، تمام، وحيكون عندنا نوع من الكونستريكشن لمين او كولابس للبرونكيولز، وهذا حيؤدي يكون عندي ازمه ممكن يؤدي الى وفاه. فود اليرجي، الناس اللي بياكلوا مثلا شيل فيش، بعض من الاشياء البحريه، تمام، الملك، الايج، الفيش، الويت، بعض من انواع القمح. اورال ممكن يؤدي انه يصير في عندي فوميتنج، دياريا، بروريتس يعني اتشنج، ارتكاريا، هايفز زي ما قلنا نوع من الحكه جامده، انافلاكسيس يحصل عندي مشاكل صعبه في هذا الموضوع. هذا عباره عن يعني مثال، نفس الشيء ليس الا طلع عليه. هذا صوره اخرى من صور التعامل مع الخليه الماصل او البيزوفيل لما بيجي عليها الاليرجن. الاليرجن ممكن يكون عباره عن انتيجين، وممكن يكون عده اوجه اخرى زي ما احنا شايفين هنتحدث عنه. هذا من ضمن الامثله اللي احنا ممكن اشياء تعمل لي اليرجي رياكشن. اول مثال كنا ذكرنا انه يكون في عندي اليرجن، حاجه اجتني من الخارج ممكن تحصل، هذا امر ممكن يحصل عندنا هذا الامر.
شغله ثانيه انه التنين انتي بودي زي ما انتم شايفين قاعدين على الريسبتور بتاعهم في الماسل، على الماسل واجه الاليرجين وعمل نوع من تغير في الممبرين كونفورميشن ديفورمابيليتي، وادى في الاخر يعمل لي سيجنال، والسيجنال هذه عملت ديجرانوليشن. هنتحدث عنها ان شاء الله ليتر اون في الستيج الثاني. في بعض الاحيان ممكن يكون عندي انتي بودي اجينست الانتي بودي اجينست ده اي جي اي انتي بودي، بيحصل هذا الارتباط ممكن يؤدي بدون ما يكون عندي اليرجين ويصير عندنا نوع من اللي هو هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. ممكن يكون عندي انتي بودي، انا كانتي بودي زي ما احنا شايفين للاف سي ريجون، ممكن يجي انتي بودي يقعد على الايديو تايب تمام ويعمل لي نوع من استيميوليشن للمسل ويعمل ديجرانيوليشن. ممكن يحصل عندنا سيرتن كيميكال راحت عملت لي كروس ريأكشن كيميكال معين تمام، ساعدت في انه يعمل كروس ريأكشن وتعمل تغير في الديفورمابيليتي للسيل ممبرين ويؤدي انه يصير في الاخر ديجرانيوليشن. ممكن يكون هذا وجه اخر. وجه اخر انه ممكن يكون بدون الانتي بودي، انه ممكن يكون عندي بعض الاحيان انتي بودي للريسبتور يشبك على الريسبتور ويعمل عمليه اللي هو التحفيز ويحصل عندي جرانيوليشن. بعض الاحيان ممكن ينضاف ايونو 4. انه ايش يعني بيحصل؟ انه هذه الماتيريال بعض الكيميكالز بتشبك على الريد بلاد على المسل، بتزود بالبيرميابيليتي تاعت الممبرين، ممكن يؤدي الى دخول ايش، الى دخول الكالسيوم على داخل الخليه، ودخول الكالسيوم في الحاله هذه ممكن هو حيكون عامل طبعا زي ما حنشوف ايش، ممكن اكيد حيكون عامل اساسي في موضوع الديجرانيوليشن بروسيس. كما انه ممكن يكون الاكسرسايز بيعمل لي اميون رياكشن، ممكن يكون عفوا هايبر سنسيتيف رياكشن، ممكن البرد بيحصل في ناس ممكن يحصل عندهم هذا الامر. يعني في اكثر من مثال في هذا الجانب. ان شاء الله رب العالمين المره القادمه هنتحدث على الاكتيفيشن فيز والافكتور فيز ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم.